السيده ما بغاتنيش، والدار اللي فيها النص انا الدار ديالي، وانا دخلت معايا ولدي الطريطه ما قبلونيش في البنك ما قبلتنيش، وهاد السيده قالت لك ما تبقايش معايا وما تبركيش معايا، ونهار كله هي تضرب فيا، ونهار كله هي خوها شاف مرت خوها تحلف باغا تذبحني، راه الجيران قالتها قدامهم، وهذا الشيء عندها ما تحدش، سادة عليا بيت، الدار شادة هي كاملة، وأنا شادة عليا بويت، علاش تتبركي هنا؟ ما تبركيش، سيري هادي، سيري ديك، فاعلة التاركة هادي، داك الهضرة اللي ما تقالش وليدي وما تسمعش، اليوم وليدي نسمع فيها معايا راه هي وياه، ما تقال لها نوضي ما تدويش حدايا، ما عرفتهم علاش، نسمع فيها داوية هي وياه، قوا قوة الدي، ماريا بسطامي، ماريا بسطامي هزت لي بسطامو، أنا هوت بغيت هوت للزنقه، وهي تقول لي مرت هذاك الراجل طلعيها البوليس جايين، طلعه لي طالعه راه قدام جارنا هزت شدت لي من شعري وكركبتني وليدي مع الدروج هات هيدي، راسي راه قاع مدندق، راه هذاك السيد يقول لك راه دابا نعس، وراه راه قالها للبوليس. انت الزوج ديال هذه السيده اللي كانت استدعات نادي واحد ثلاث ايام وجات بالليل ياك؟ اي انا والزوج ديالها. شنو واقع؟ هذه السيده هذه كتهم كتهمكم بانكم كتعنفوها انت والام ديالك وداك الشيء، شنو كتغد؟ كنقول لكم بان هذه السيده هذه عا كتكذب عليكم، ما كاين هذا الشيء منه والو. ما كاين منه والو، هي باغا غير مساعده وكتطلب الناس على ظهر ديال الوليدات ديالها، وهي كتقول لي ديما الا بغيتي هنا معاك خاصك تجري على امك ما تبقاش معنا في الدار، والوالده انا مناصفه معاها في الدار في الشقه اللي كنسكنوا فيها هنا في الرياض دولها، وهي كتقول لك امك ما تبقاش معاك، وهي اليوم تتفاجئ جيت من العمل ديالي كتتواصل مع الناس اللي كيساعدوها وداك الشيء ما خلاتنيش نعس حتى 12 الليل، كنقول لها صافي سيري دوي معاهم في البيت الاخر، قالت لك لا هنا اللي كاين الريزو، بقينا كنهضروا بحال هكا حتى شويه خرجت لي حوايجي قالت لك حيد انت كاع من هذا البيت هذا، انت الدار ماشي ديالك، امي هبطات عند السيد جارنا وهي تهبط وهي تجرها من راسها. ذاك النهار اللي قالت بانك جريتي عليها وبيتها هي وليداتها في الزنقه. لا ما كايناش هاد الشيء، هما الناس ديال الحي شاهدين. كلهم شاهدين، دخلوا بيناتنا. دخلت انا للدار هي تخرج من ورايا وخرجت هي فاش صورت معكم هذوك 10 دقائق. ورجعت باتت راه عندي التسجيل ديالها الصوت ديالها بانها بيتها مصوره عندي بانها دخلت مع جوج ونص ثلاثه الله روب دخلت، وهي كتقول راه ما كانش في الدار. وما عمرها بات في الزنقه، وهو العساس ديال الحي. الى لقاها بيتها شي نهار انا يحكموا عليا واش ما بغيتو، الا كانت هي كتقول لك بيتها برا راه كاين العساس، راه عندنا عساس هنا في الرياض الاولفه. في نظرك علاش كدير هادشي؟ هي هادشي كديرو باغا مساعده، باغا الدار، قالت لك دار ديالي وحدي ما بغاش نبقى باش ما يبقاش معك والديك، وانا الوالده ديالي انا اللي عندها، هي باغا تجري عليها ما عندهاش هي شي واحد اخر اللي غتمشي عنده، ثانيا امي راه عندها الملك ديالها راه النصف ديالها عندها تما، هي كتقول لك امك ما تبقاش في الدار. هاد الشيء اللي كاين، هي عندها مشكل معايا انا ومع الوالده، ولكن هي الوالده ما كتحملهاش، ومن غير ذلك ملي كنكون في الخدمه كنجي كنلقاها دار فيها ولا شي حاجه كتقول لي لا لا ما ضربتنيش، ما كاينش شهود، ودابا عندنا الشهود ما نقدرش نتخلى على الام ديالي انا، هي كتقول لك الا بغيتي نحيد لك المشاكل امك ما تبقاش في الدار تخلى عليها. الناس دائما حاقريني باغيني نخرج بزز من الدار، دائما دائما انا ولادي في الزنقه، دائما انا غادا عند الكوميساريه مع الجوج الليل مع 12 غير يشوفوا الشكايات في الدار الحمراء غيلقاوهم، كيضربني هو وامو وباه كتقول لك هي كنضربها، قبيله بغي يلوح لي من السرجم، راه الجيران من اللور شافوني، الا كذبت الله ياخذ فيا الحق، الله ياخذ فيا الحق في هاد العواجر، الا هاد الناس معدين عليا انا بغيت. واخا دوك الصبعان ديال دوك السيده شنو وقع لهم؟ الله اعلم اخويا ما شتاش انا هربت هربت هربت، راه صابوني البوليس عريانه، راه الجلابه جابها ليا ولدي، انا راه هربت، راه راجل هز عكاز، ولده هز عصا وهي هز عصا، وهما كيضربوا فيا، لا خويا انا بقى يضرب فيا بالبونيه. فين ضربك؟ ضربني الكتافي، ضربني راسي، بغى يلوحني من السرجم، راه شافوني الجيران اللي من لهي، كنت جالسه في السرجم وكتقول لي دفعها، على تقليدي الله يطيرني في هاد العواشر، الا كتقول لي دفعها، كنطلب بالحق، بغيت حق ليا، انا وليداتي. الله يجازيكم واش بصح كنتي كتواصلي مع الناس في هذا الوقت اللي كيعاونوك وقال لك حيدي التليفون؟ لا خويا ما عيط ليا حتى واحد، ما عيط ليا اقسم بالله ما عيط ليا شي واحد الان، ما ساعدني حد، ما عيط ليا حد، اللي عيط ليا هاني واجهني حتى واحد ما ساعدني، باقا دابا في المشي، يلا دخلت ضاله عند اختي، يلا دخلت قال لي جيتي والله ما تصوري مني حاجه، قال لي والله ما تبقاي في هذا الدار، ما عندك قال لي ما تصوري مني، انا ما كنصحابش دابا المحكمه حاله وداك الشيء، كيصحاب لي دابا الحجر هذا الوباء، قلت راه ما خدامينش، انا دابا كنطلب من الناس الله يجازيهم بخير، الا تعديت على هاد الناس الله ياخذ فيا الحق، وهما منهم انا بغيت التاويل مع هاد الناس.
بغيت حل بيني وبين الدراري، حل بيني وبين ونبقى تنموت ولا تضرب هي راجلها وتقول لي مقتلاتو. دفعتي طلب ديال الطلاق؟ دافع الشقاق، دافع النفقه، داعية على النفقه ما كينفقش عليا. ولكن انت عايشه معاه؟ ما عنديش فين ندي ولادي، صابره على ولادي. كيقول لي بغيتي تصبري غتعنفي، تاكلي العصا وبركي. الا بغيتي تبركي غتاكلي العصا. كناكل العصا وكنجلس. هاد الجيران هادو الله يجزيكم بخير، هاد الجيران هادو كانوا مخاصمين معايرين مسابين نوضي الروينه هنا في الساكنه ديالنا. انا كنت جالس في الدار تنتفرج كلشي، بقاو تتعايروا تتسابوا، ما خلاو العروق اللي خرجوا فيهم في هاد بعضياتهم كاين غا هي والراجل باركين معايرو سبان كلشي. هوت انا بحال هكا طليت من السرجم، انا كمعطوب مرجي طليت من السرجم، بانت لي تتغوت المرا وداكشي. شكون المرا اللي كتغوت؟ زوجة الراجل. تتغوت كلشي، غوت على انا، قلت لها اجي لالا مالكي طلعي عندي للدار، قلت لها طلعي لدارك، طلعي لدارك الاولى، طلعي لدارك الثانيه، طلعي لدارك الثانيه الثالثه. تصنطات مني، غوت عليها، طلعت عندي للدار ديالي. ملي غوت على الدار ديالي طلعت عندي للدار، ريحت غوت على الراجل حتى هو. قلت لي اجي سيدي الله يجزيك بخير، اجي عندي للدار، طلعت هو عندي للدار، غوت على موتها هي. قلت لي غوت المدام ديالي انا، قلت لي غوت حتى على موتها هي. غوتات على مو، جاو عندي للدار. وانا نجلسهم ثلاثه بهم. قلت لهم اختي الله يخليك، راه حشوم عليكم. راه هاد الشو هادي ما بغاها حتى واحد في الدرب. ها الناس تطل، وحنا في هاد المرض. الناس مريضه، والناس السلطه تدور على عباد الله، ما خلوا هادو وانتم منوضين هاد الحي حالو، مالكم اش عندكم؟ قالت لك اودي راه ترى عليا لح لي حوايجي الزرقاء. ملي قالت لي لح لي حوايجي، قلت لها سكتي انت، مالك انت؟ قال لك اودي هاد السيده هادي ما بغاتش لي امي تبرك معايا في الدار. غوت على تموت هي، قلت لها مالك انت؟ قالت لي اودي هاد السيده هادي راه ملي تنجي انا راه تنوض الروينه معايا في الدار. قال لها راجلها، قال لها راجلها، قال لها راجلها طلعي لدارك. قال لها سيري طلعي لدارك. قالت لي واخا. طلعنا انا كنت نهضر مع امو شويه ويطلب من السرجم، قال لها امي امي راه ما عاد فين زادت. وقت لي صافي ساعات ولا دابا ترجع، دابا ترجع لدارها الله يخليك، المغا ما تجبد لا الصداع لا والو. ملي جات بحال هكا قالوا لها جات تشوف التي في راه فين ماتها. ملي داك فين مات انا بقى فيا الحال. علاش بقى فيا الحال؟ بقى على دوك الوليدات جوج شكي من يوحين الزنقة حشومة باش يطيحو. دابا ملي نوضو المساكن والصداع دابا انا اللي غوت على البوليس، وجاو البوليس وهضرت مع رئيس الدائرة، هضرت معاه وتكلمت معاه وقال لها طلعي للدار. وطلعت للدار. ملي طلعت للدار بقى دابا تنتسناو طاكسي باش يدي مو باش الدواء. كيفاش مو؟ واش ضربات؟ مو يديها راه تتشوفو كداها كيعوجين. انا خويا السيده اللي كتقول السيد جرى عليها، حنا كنا نوجاري في داك النهار فاش قالك جرى عليها، طلبنا راجلها كيطلب فيها كيقول لها طلعي للدار، هي ما باغاش تطلع. قالت شويه يقول لك غنطلع للدار. مين طلعت للدار بحال هكا جينا بحال هكا بدات كتغوت امو من السرجم، كتقول لي راه ما طلعتش للدار. اما ما جاري عليها وما حتى حاجه. داك النهار اللي شهدنا حنا فيه اللي شفنا النهار شجلات مع شوف تي في ما جرى عليها ما حتى حاجه، حنا كنا شاهدين وكنطلبوا فيها باش تطلع للدار. واليوم واليوم اخويا كنقولوا لها طلع، جاو السلطات كيقولوا لها طلعي للدار، طلعوها وها وكن شحال مره دابا شحال كتصاب، كنقول لها طلعي ولادك ما بغاش تطلع ولادها وراجلها وما جاري عليها ما والو. وداك الشيء اللي في الدار بيناتهم حنا ما كنعرفوا والو، حنا عا كنشوفوا هذا الشيء اللي شفنا بعينينا حنا.